السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الرابع الابتدائي في شرح لسن 3 الدرس الثالث from unit 10 من الوحدة العشرة. عنوان الدرس inside a cell phone، داخل التليفون. inside a cell phone يعني داخل التليفون أو ما بداخل التليفون. ننزل كده حضرات إلى things inside a cell phone، الأشياء اللي داخل التليفون. تاني things inside a cell phone، الأشياء اللي داخل التليفون. أول حاجة عندي نوعين، عندي precious metals، precious metals، precious metals، precious metals، معادن نفيسة أو معادن غالية. precious metals، precious، precious، precious metals. زي إيه؟ زي السيلفر، السيلفر والجولد. سيلفر، سيلفر، الفضة، سيلفر، سيلفر، وكمان عندي جولد، 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 الذهب. كمان عندي نوع تاني من المعادن اللي هي الـ other metals، المعادن الأخرى، زي إيه؟ زي copper، 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 النحاس copper، والألمنيوم، ألمنيوم، 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 اللي هو الألمنيوم، ألمنيوم. أوكي، عندي help the cell phone to، خلي التليفون to function. عندي في حياة بتخلي التليفون function يعمل، وعندي حياة بتخلي التليفون connect، كونكت، يتصل، كونكت مش كونكت، خلي بالك عشان كل الناس بيقول مناهج كونكت، مناهج كونكت، كونكت معناها يتواصل، يعني الاودي ما تقراهاش، مش كونكت، 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 يبقى فانكشن يعمل، وهنا كونكت، في حاجات بتخلي التليفون تعمل، في حاجات بتخلي التليفون يربط او يتصل ويجيب معك شبك. زي حاجات اسمها rare earth metals، تاني rare earth metals، معادن ارضيه نادره، rare earth metal، دي بتخلي التليفون يعمل ايه؟ يعمل. زي ايه؟ اهو make the cell phone، خلي التليفون يعمل ايه؟ vibrate، vibrate، يبقى المعادن الارضيه النادره دي بتخلي التليفون ايه؟ vibrate، 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 اللي هو يهتز. light up، light up، light up، light up، يضيء. كمان عندي حاجات اسمها other elements، عناصر اخرى، اخرى، other elements، other elements، اوكي، زي البلاستيك، بلاستيك، بلاستيك، البلاستيك، وجلاس، جلاس، الزجاج، وعندي سيليكا، سيليكا، سيليكا اللي هي السيليكا. اوكي، ننزل لحضراتكم، عندي كلمات اخرى اهو، كلوث، كلوث، القماش، كلوث، 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 close، surprised، 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 مندهش، excellent، 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 ممتاز، part، 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 جزء، expensive، 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 غالي، different، 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 مختلف، type، 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 نوع، electricity، electricity، كهرباء، well، well، بشكل جيد، different، different، different. كمان عندي deep، deep، عميق، deep، deep، important، هام، important، important، ground، 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 الأرض، life، الحياة، pure، pure، pure معناها نقي. اوكي، عندي الأفعال regular verbs، أفعال منتظمة، link، linked، link، linked، function، functioned، function، functioned، mix، mixed، mix، mixed، conduct، conducted، conduct، conducted، okay، عفوا، conduct، conducted، conduct، conducted، vibrate، vibrated، light up، lit up، light up، lit up، come، came، come، came، find، found، know، knew، give، give. اوكي، يعني عندي هنا بعض الديفينيشنز، التعريفات، زي السيلفون، السيلفون ده اللي هو التليفون، يو كان يوز ات تو توك تو يور فريندز، بتستخدمه عشان تتكلم مع اصدقائك، تو سيرش انفورميشن عشان تبحث عن معلومات، اند تو واتش فيديوز، وكمان تشاهد الفيديوز. كونكت، كونكت معناه يتصل او يربط، تو لينك تو اور مور ثينجز توجذر، توصل حاجتين او ثلاثه مع بعض، تو لينك تو اور مور ثينجز توجذر. بريشس، بريشس معناه ثمين، وين سمثينج از فيري اكسبنسيف، لما تكون حاجه غاليه جدا.
pure form, pure form اللي هو الشكل النقي. Something that's not mixed with other materials. يعني حاجة مش مخلوطة مع معادن تاني. Rare, نادر. When you can't find something of it. لما بتلاقيش حاجة يبقى اسمها حاجة نادرة. نزل حضرت هنا عندي metals in cell phones. المعادن اللي في التليفون. Did you know? هل تعلم أو هل علمت؟ We use around 7 different metals in cell phone. بنستخدم حوالي 70 معدن مختلفين في التليفون. Many people are very surprised when they learn this. ناس كثيرة تبقى مندهشة لما بتعرف ان التليفون فيه 70 معدن. So let's learn more about the metals in your cell phone. هيا نتعلم عن المعادن اللي في تليفونك. We can find, ممكن نلاقي 2 different types of metals. نوعين من المعدن. Precious metals, المعادن النفيسة. Like gold and silver, زي الذهب والفضة. And rare earth metals, ومعادن أرض نادرة. Precious metals, المعادن النفيسة. We use gold and silver because they are excellent for conducting. بنستخدم الذهب والفضة علشان هما جيدون التوصيل أو ممتازون في التوصيل بالكهرباء electricity. Other metals, معادن تاني you can find بتلاقيها which are less expensive أقل غلاء are copper اللي هي النحاس والألمنيوم. طبعا دول برضو كويسين بس أقل من الجولد والسيلفر. All this metal help is a different part of the cell phone to connect and function well. كل هذه المعادن بتساعد التليفون يتصل ويعمل جيدا. Rare earth metals, المعادن الأرضية النادرة. We also use rare earth metal in cell phones. كمان بنستخدم معادن أرضية نادرة في التليفون. You can find them all over the world. بتلاقيهم في أنحاء العالم. Deep in the ground, في عمق الأرض. They are called small rare earths, يعني المعادن النادرة. Because you don't find them in pure form. لانك انت ما بتلاقيهمش في شكل نقي مباشر يعني لا انت بتنجيهم من معادن تاني. They are mixed with other metals. مخلوطين مع معادن اخرى. Rare earth metals are very important to the cell phone too. كمان معادن الارض النادرة مهمة للتليفون. They make the cell phone light up. بتخلي التليفون يضيء and vibrate. وكمان vibrate يهتز. They give life to the cell phone. بيدوا الحياة او بيخلي التليفون يشتغل بمعنى صح. عندي هنا حضرات معلومة بتقول did you know هل تعلم بس هنا في الأول في other elements العناصر الأخرى. There are other elements in cell phone في معادن تاني أو حياة تاني في التليفون أو عناصر تاني زي الجلاس الزجاج والبلاستيك and silica والسيليكا. Okay but the most important part are the metals ولكن أهم جزء هو المعادن which come from deep under the ground المعادن اللي بتيجي من عمق الأرض. هنا معلومة did you know هل تعلم the first call from a cell phone was made in 1973. أول مكالمة تليفون كانت 1973. We checked our cell phone about 150 times a day. بنبص في التليفون حوالي 150 مرة في اليوم. Do you think this is healthy؟ هل تعتقد انك تبص 150 مرة في التليفون دي حاجة صحية؟ طبعا of course not. هنا عندي جزء خاص بالماس هنعرف المسميات بس يا حضرات. عندي حاجة اسمها parallel lines الخطوط المتوازية وعندي حاجة اسمها perpendicular lines الخطوط العمودية أو المتعامدة. بس اللي بعرفين ان عندي parallel lines دي اللي هو لما يكون two or more lines في خطين which are next to each other جنب بعض. انت عارف ده بيجي لي في الأسئلة. لكن ال perpendicular line الخط المتعامد lines which meet at 90 degree angle دي خطوط اللي تتقابل بزاوية 90 زي كده اهو. كل ده في زاوية 90. اوكي. ننزل حضرات بقى على الأسئلة على الليسن 3 الدرس الثالث من الوحدة العاشرة مع بعض. وعندي قطعة استماع هنقرأ الاستماع مع بعض فركز كده معايا وحاول تقرأ الأسئلة قبل ما تسمع القطعة عشان تمرن نفسك على أسئلة الامتحان. اوكي. We use around 70 different metals in cell phone. Many people are very surprised when they learn this. We can find two different types of metal in the cell phone. Precious metals like gold, silver, and rare metals. We use 70 different metals in cell phone. طبعا true جملة حضرات مستخدم 70 نوع من المعادن في التليفون يبقى هنا جملة true. Okay. There are three types of metal in cell phone. في ثلاث أنواع من المعادن في التليفون. قلنا طبعا نوعين بس يبقى هنا false. في نوعين بس اللي هي المعادن النفيسة والمعادن النادرة.
gold and silver are precious metals. طبعا ترو الذهب والفضة معادن نفيسة. أوكي. طبعا القطع حضرات جالينا مع بعض هنخش على الأسئلة على طول. gold and silver are الذهب والفضة قلنا إيه؟ excellent ممتازين for conducting electricity في توصيل الكهرباء. You can find rare earth metal بنلاقي المعادن الأرضية دي فين؟ deep in the ground في عمق الأرض. Answer the following question. What makes the cell phone light up? اللي بيخلي التليفون يضيء. طبعا هنشوف كده مع بعض اللي بيخلي التليفون ايه يضيء اهو. They make rare earth metal are very important to the cell phone. They make the cell phone light up and vibrate. يبقى ايه اللي بيخليه بقى يهتز ويضيء rare earth metals. Okay. سؤال نمبر 4. Why are metals important to cell phone? ليه المعادن مهمة للتليفون؟ لان هما they give life to the cell phone. يعني بيدوا الحياة للتليفون. بعد كده يا حضرات عندي سؤال. Choose gold and silver are precious metals. الذهب والفضة معادن نفيسة. Precious metals المعادن النفيسة. Help the cell phone بيساعد التليفون to a to connect to connect لكي يتصل. You don't find rare earth metal ما بنلاقيش المعادن الأرضية النادرة دي in pure form. يعني pure form يعني في شكل نقي أو شكل مباشر. بعد كده rare earth metal المعادن الأرضية makes the cell phone بتخلي التليفون ايه المعادن الارض النادره بتخلي التليفون يعمل ايه يعمل vibrate يعني يهتز. Precious metal help the part of the phone to function well ان هي تعمل جيدا. Rare earth metal makes the phone light up المعادن الارض النادره بتخلي التليفون ايه يضيء. And aluminium are less expensive metal معدل اقل في الغلاء اللي هي الالومنيوم الالومنيوم والكبر والنحاس. لكن البلاستيك ده مش معدن ولا الجلاس ده معدن. Is not a metal حاجة من دولة مش معدن. طب هي الالومنيوم معدن والكبر معدن. السيليكا اللي هي مش معدن. Lines never meet خطين ما بتجابلوش خالص. اللي هو parallel line خطة متوازية ما بتتجابلش. لكن perpendicular دي بتتجابل. Lines meet at 90 degree angle بتتجابل بزاوية 90 درجة اللي هي perpendicular الخطوط التعامدية. Read and match اقرأ وصل. Cell phone التليفون طيب cell phone you use it to talk to your friends بتستخدمها عشان تتكلم أصدقائك. Precious معناها very expensive. Pure نقي معناها you not mixed with other metals مش معناها مش مخلوط مع معادن تاني. rare نادر معناها you can't find them لا تستطيع ان تجيبهم غالبا. عندي حضرات هنا هنحط الكلمات دي في ال read and complete في النقط. copper and metal and aluminium عفوا النحاس والالومنيوم دول ايه metals are metals. metals يعني معادن. lines never meet خطين ما بيتقابلوش خالص اللي هم ايه البارالل. اوكي. لاينز ميت خطين بيتجابلوا بزاويه 90 اللي هم البيربنديكولر الخطوط المتعامده. وكان فايند جلاس بنلاقي الزجاج وكمان والبلاستيك انسايد سيلفون داخل التليفون. هنكتب حضرات عن الميتالز ان ذا فون يعني هنتكلم عن المعادن في التليفون. يبقى وي يوز جولد اند سيلفر ان ذا فون او وي يوز بنستخدم بريشس ميتال وي يوز بريشس بنستخدم المعادن الثمينه ان ذا فون في التليفون لايك زي الجولد اند سيلفر الذهب والفضه. We also نحن أيضا use بنستخدم rare earth metal معادن الأرض النادرة. Okay. They are not in pure form يعني ما بتلاقوهمش. They are not in pure form ما بتلاقوهمش في شكل نقي. بتلاقوهم mixed مخلوطين مع معادن تاني. Rare earth metal are rare earth
مثل help بتساعد، the phone التلفون، أو make the phone بتخلي التلفون to vibrate إن هو تحصل له vibrate يهتز and light up وكمان ينور أو يضيء. سؤال الترقيم هنبدأ ب we use the phone to talk to people، وهنا عندي الفول ستوب، وبكده نكون خلصنا الدرس التالت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.